استاذ طلال الانصاري، معلش اثقلنا عليك اليوم، ولكن نحن ننتهز هذه الفرصه في وجودك في القاهره، وانت من الذين قدموا ارواحهم من اجل مصر ومن اجل حريه مصر، ويمكن الاجيال الحديثه لم تعرف حضرتك، حيث ان حضرتك قمت بالتنظيم في عام 74 والشهير بالفنيه العسكريه، وكنت تقصد منه الحرية. فما قولك أو ما الكلمة التي تريد أن توصلها لشباب ثورة 25 يناير بعد أن أول عيد يعتبر في ظل الحرية والذي ننعم بها بدون حسني مبارك المخلوع؟ أنا أهني الشعب المصري العظيم، أهنيه مرتين، مرة بانتصاره العظيم وإسقاط الطاغوت الذي حكمه لمدة 30 عاما، وهذه تهنئة واجبة. أما التهنئة الثانية فهي بمناسبة عيد الفطر المبارك، فهذه أيام مباركة من جميع النواحي، وأنا أدعو الشباب المصري إلى أن يكون يقظا وأن يكون حارسا لثورته ولا يغفل، لأن المخاطر تحيق بالثورة ليل نهار ومن الداخل ومن الخارج، فينبغي أن يحمي الشعب ثورته. هذه نصيحة غالية، والشعب المصري عليه أن يقود المرحلة الثانية من انتصاره العظيم، وأن يحمي ثورته وأن يكون يقظا لها، وهو أولى بذلك وأقدر به. هل يوجد في حزبكم شباب من شباب الثورة الذين شاركوا في ثورة 25 يناير؟ حزب السلام والتنمية شارك في ثورة 25 يناير مشاركة حقيقية وفعالة، وكان رجاله في ميدان التحرير طوال الأيام العظيمة المجيدة، وهو حزب عانى الكثير وقاس رجالاته الظلم والجبروت من نظام حسني مبارك ومن قبله من نظام السادات، ودفعت قياداته ثمنا غاليا وباهظا حتى يكونوا على ما هم عليه الآن من حماية الثورة ومن المشاركة في العمل السياسي. فهو حزب يعتبر أستاذ لهذه الثورة وأستاذ لشبابها، والجميع يعرف ذلك لأن أصحابه جميعا مجاهدون سابقون وهم أولى بالسابقة من غيره. شكرا أستاذ طلال، وكل عام وأنت بخير. شكرا.